يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده. وطبعا بنشوف البعض مننا بيكون مهمل الى حد كبير في صحته، وللاسف الشديد كتير مننا مش بننتبه لبعض الاعراض اللي ممكن تكون بدايه لظهور مشكله ما في المفاصل او في العظام، زي مثلا الناس اللي ممكن تسمع صوت طرقعه او احيانا فرقعه في الركب وهم ماشيين او اثناء القيام، يعني ما بيقفوش كتير عند التفصيله دي مع انها تفصيله في منتهى الاهميه، او بعض العادات والسلوكيات الخاطئه اللي بنتبعها يوميا ومش بنكون مدركين مدى تاثيرها السلبي وانعكاساتها السلبيه على العظم وعلى المفاصل، وخصوصا مع تقدمنا في العمر. عشان كده عايزين نتعرف اكتر على ازاي نقدر نحافظ على صحه المفاصل والعظام مع ضيفي اللي منورني في حلقتنا النهارده الاستاذ احمد رافت، وهو المستشار الطبي لشركه باكس فارما. يا صباح الخيرات على حضرتك. يا صباح النور. اخبار حضرتك ايه؟ كله الحمد تمام؟ الحمد لله كله بخير. استاذنك نبتدي بالتفصيله دي لان فعلا في مننا ناس كتير كنا بندردش حتى قبل ما نطلع للمشاهدين على الهواء، واقول لك ان حتى من الشباب بقى عندهم مشاكل كتيره في العظم وفي المفاصل. ايه اكتر السلوكيات الخاطئه او العادات الخاطئه اللي بينتج عنها خراب مستعجل للعظم والمفاصل؟ تمام. اولا احنا هنتكلم عن ان الوقوف الكتير او القعاد الكتير او اي وضع ثابت فترات طويله ده اكتر حاجه بتاثر على المفصل. أيوة. لان المفصل بيحتاج الحركه عشان يتغذى. طب. لازم يكون في ثني وفرد في اي مفصل عامه عشان الغضروف كمان يبدا يتغذى. فمن احد العادات الخاطئه ان احنا دايما بنثبت في وضع ثابت فترات طويله. تاني حاجه الهيفي ليفتنج، او ان احنا نشيل حاجات تقيله جدا. طب. اكتر من قوتنا العضليه ونمشي بيها فترات او نعمل بيها مشوار. كتير كمان بيشتكوا منها الحكايه دي. ده حقيقي، بيشيلوا اي حاجات كتير ويمشوا. طبعا. بيها مشوار او يطلعوا السلم. طبعا. طلوع السلم في حد ذاته برده طول ما عضلاتي ضعيفه فده برده بياثر على المفصل مش بياثر على حاجه تانية. القعده اللي هي الغلط ان انا اقعد كرفساء او انزل اقعد على رجلي فترات طويله ركبي متنيه فده برده بياثر على مفصل الركبه جدا. دايما القعده الصح ان المفروض الركبه والهيب يكونوا 90 درجه، ما يبقاش الواحد قاعد رجليه تحتيه او قاعد رجليه مفروده قدامه. فدي من اكتر العادات اللي احنا بنعملها دايما بتاثر فينا واحنا مش حاسين. الاكل برده مهم جدا، ان الغذاء الكويس بيفيد الجسم، من غيره او العادات السيئه في الاكل بتاثر على المفاصل. له في اكلات بعينها مفيده للعظم؟ طبعا ده اكيد. زي ايه؟ يعني لو هنتكلم كحاجات مفيده للعظم فهنتكلم ان السمك وبالذات الدهني منه اللي فيه اوميجا 3 كتير ده مفيد جدا للعظم. عندك الليفي جرينز او الحاجات الخضراء اللي هي لونها اخضر داكن، وبالذات الفلفل الاخضر بيبقى فيه فيتامين سي مهم جدا جدا للكولاجين سينثيسيس. عندنا برضو الاوميجا 3 موجوده في النتس زي اللوز والجوز والبيناتس او الفول السوداني مهمه جدا جدا. دي حاجات اكلات مهمه. الميه مهمه جدا جدا للمفاصل. لان الديهايدريشن او الجفاف بياثر اول حاجه على المفصل وبعد كده على بقيه البشره والكلام ده كله. طب في اطار بقى الوقايه والعلاج لمشاكل المفاصل والعظام، حضرتك تنصح بايه بقى في هذا الاطار؟ مبدئيا طبعا هنحافظ على النظام الغذائي بتاعنا كويس، والرياضه طبعا مهمه جدا جدا للعضلات، ومن اهم الحاجات بقى ان احنا بناخد مكملات غذائيه عشان نحافظ على المطلوب للجسم عشان يبني الغضروف ويبني العظم من اول وجديد. فدي مهمه قوي المكملات الغذائيه، لان احنا حاليا في وضع معظم الناس ما بتاكلش كويس وفي نفس الوقت ما بياخدش العناصر المطلوبه لجسمه عشان يبني جسمه. فدي المشكله. فالمكملات دلوقتي بقت غالبا جزء لا يتجزأ من حياتنا يعني. طب في عالم المكملات برضو حضرتك تنصح بايه؟ حاليا باكس فارما عامله مكملات غذائيه يعني كامله للجسم كله، من اهمها حاجات للجوينتس والمفاصل. وبعد كده في مكملات ثانيه عامه لبقيه الجسم، اهمهم جوينت بيكس. جوينت بيكس ده مخصص للمفاصل والعظم. طب ما عايزين بقى من حضرتك مشكورة تعرفنا تفاصيله ايه؟ طيب الجوينت بيكس هو معمول للجوينتس، مكون من خمس عناصر. أيوة. اولهم الكوندروتين والجلوكوزامين، والاثنين دول اللي هم المكونات الاساسيه اللي موجوده في الغضروف نفسه. طبعا. وعشان كده بنديهم له احنا من الخارج عشان يبدا الجسم يبقى عنده مخزون او يبني بيه اسرع من الانتاج اللي موجود. بعد كده في الهيلورونيك اسيد، وده السائل اللي موجود ما بين العظم، فده طبعا برده بنديه له جوه التابلت. وبعد كده في البرومالين اللي هو مستخلص الاناناس، وده مضاد قوي جدا للالتهابات. فبيمنع الاثار الالتهابات اللي موجوده او الوجع اللي موجود بسبب الالتهاب. واخر حاجه موجوده الجينجر اللي هو الجنزبيل، وده اصلا مسكن طبيعي فبرضه بيبقى موجود عشان يسكن لو في الم. طيب الفئات العمريه اللي ممكن يعني تاخد الجوينت بيكس؟ لا اي فئه عمريه، ما فيش فئه يعني محدده. ابتداء من سن كام مثلا؟ ابتداء من سن 16 سنه اكيد ياخد الجوينت بيكس. وهو امن للسن؟ وهو امن جدا جدا. طب كبار السن؟ اكيد ما فيش اي مشكله، هي اهم حاجه ان هو يبقى يكون 16 سنه عدى. طب الناس اللي عندها امراض مزمنه؟
لا كلها مكونات طبيعيه ما بتاثرش على اي حاجه، وكلها اصلا الجسم بينتجها من الله الداخل. بس حضرتك عايز تقفلها لي. طب الناس اللي عندها مشكله في جدار المعده برضو ما فيهاش اي مشكله خالص. ما بيأثرش في اي اذا حاجه في احنا المعده، بنتكلم على منتج امن بالمعنى الحرفي هو للكلمه. امن جدا وطبيعي 100%، ما فيهوش اوكي اي عنصر خارجي خالص، يعني هو كلها مواد طبيعيه الجسم اصلا بينتجها، احنا بنديها له من بره عشان خاطر حتى لو الانتاج قل او لو هو بيستهلك كميه اكبر يكون عنده المخزون الكافي. على ذكر الاستهلاك، المفروض ان الجرعات بتاعته بتكون قد ايه؟ الجوينت بيكس بيبقى حبيتين في اليوم، اوكي، هي واحده بعد الصبح اكل، واحده بعد بالليل. وجبه لا يعني، مش مرتبط بحاجه مش خالص، مرتبط هو خالص. ممكن تاخد الاثنين الصبح وممكن تاخد واحده الصبح وواحده بالليل، ما فيهاش اي مشكله خالص. اوكي، طب اثناء ما الواحد بياخد الجوينت بيكس هل لازم يعمل الى جانب ده حاجات معينه، يمارس رياضه مثلا بشكل ما احنا معين، اتفقنا بقى ان كده يراعي الرياضه، نظام غذائي معين؟ الرياضه اساسي، والنظام الغذائي لازم برضو الواحد يكون محافظ على الغذاء اللي محتاجه جسمه عشان يقدر يتبني، بس المكملات هي بتكمل اللي ناقص في الغذاء، ده طبيعه، ده لازم مهم جدا. ما هو مع الجوينت بيكس احنا بقيه المنتجات بتكمله كمان، يعني في الفي دي بيكس وده فيتامين دي، وده طبعا مهم جدا، فيتامين دي لقوه العضلات والوجع اللي بيبقى موجود معظمنا بنشتكي منه يوميا ان احنا حاسين بالام وارهاق، ده بيبقى نقص فيتامين دي. لما بناخده من بره او من الشمس زي ما المفروض طبيعي يعني، ده الواحد بيبدا يفقد الاحساس بالالم ويحس ان هو نشيط وقوي. تاني حاجه فيتامين دي مهم جدا انه يرسب الكالسيوم جوه العظم. فعشان كده في دي بيكس مع الجوينت بيكس بيعملوا شغل كويس قوي. وفي السي دي زد بيكس وده كالسيوم سيتريت، ده برده مهم جدا ومريح جدا، ملوش اي دعوه بالمعده وما بيعملش اي عسر هضم، لان الكالسيوم سيتريت ده افضل يعني هايل. صيغه للكالسيوم يمتصها الجسم. اوكي، واخر حاجه الالب مالتي فيت او مالتي فيتامين، ده المفروض مكمل غذائي لكل الجسم في كل الفيتامينز الموجوده. الناس اللي بيبقى عندها مشكله مع السمنه، وبالذات لما تكون السمنه مفرطه، تمام، اكيد بتحمل على المفاصل ده وعلى اكيد الركب، طبعا والناس دي بتعاني في الطلوع والنزول وفي القوام والقعاد وكل الاوضاع الحقيقه. حقيقي. هل من ضمن النصائح المهمه اللي لازم تتقال لهم الى جانب علاج مشاكل المفاصل والعظام ان هم لازم يفقدوا وزنهم كمان؟ لازم ده اهم شيء بنقوله لاي حد عنده مشكله وبالذات في الركبتين او الظهر، ان لازم تخس، لان كل كيلو زياده بيحمل على الركبه حوالي 4 كيلو. فتخيل لما انت تنزل كيلو بتفقد حمل على الركبه 4 كيلو، فكل طب كيلو هتخسه ليه الحمل مش هترتاح. على قد الوزن الزايد؟ يعني ليه ما يكونش التحميل كيلو كمان؟ لان اللودنج نفسه بيبقى اتغير، وضع الجسم نفسه بيبقى اتغير، اوكي، الجسم نفسه تقل، فالعضله نفسها مش شايله بنفس الكفاءه، فاللي بينزل على المفصل اكتر بكتير من اللي موجود كزياده وزن. اوكي، يعني السنتر اوف جرافيتي نفسه حتى لما بيتغير وضع المفصل نفسه بيتغير، فده في حد ذاته بيزود الحمل. بيزود الحمل اكتر. اوكي، طيب الناس اللي بتلعب رياضات معينه بتشتغل فيها المفاصل اكتر من رياضات تانية، يعني الناس مثلا اللي هم بيركبوا دراجات، القفز اللي بالزانه، في حاجات معينه بيبقى فيها تحميل صريح على المفاصل وعلى الركب الى اخره. الناس دي تعمل ايه عشان يعني تتقي شر الاصابه، وفي حال لا سمح الله الاصابه يعملوا ايه كعلاج؟ هو احنا مبدئيا طبعا كل رياضي وبيبقى له نظام تدريب معين عشان نقوي المفصل اللي هيشتغل عليه بالشكل ده. انما فكره ان احنا ازاي نحافظ، فاحنا بنحاول قدر الامكان ان احنا زي ما اتفقنا كده ان الجوينت بيكس هو اصلا وقايه اكتر منه كمان علاج، وهو ده الاهم، ان احنا الوقايه اهم من العلاج. فبننصح ان هم ياخدوا المكملات الغذائيه عشان يحافظوا على المفصل فيه ليونه وفيه كل الحاجات المطلوبه عشان يبني نفسه اكتر فما يوصلش لمرحله الاصابه. ولو لا قدر الله حصلت الاصابه فبرضه جوينت بيكس بيعالج المشكله، بس ده طبعا مع العلاج الطبيعي ومع الدواء اللي الطبيب بيوصفه. في ناس بتوصل لدرجه اصابتها لحتميه اجراء تغيير في المفاصل او في المفصل، ده حقيقي، ده بيبقى الحل الوحيد وقتها، ده بيبقى خلاص. لو وصل للمرحله دي فبيبقى الموضوع صعب طب جدا. المرحله دي اللي هي ايه برضه عشان نعرف الناس، وفرصه عظيمه عشان تاني نرجع ونكرر ونقول ان ساعات كتير الواحد بيسمع بنفسه طقطقه ركب وما بيقفش عندها. ما هي دي غلط، طالما الركبه بدات تطقطق فكده معناها ان في مشكله موجوده في المفصل او في الغضروف، يا اما السائل قل شويه يا اما الغضروف نفسه تاكل شويه، فطبيعي هنلحق نفسنا في الفتره دي ونعمل العلاج الطبيعي وناخد المكملات الغذائيه بتاعتنا عشان جسمنا يبني اسرع ما يتدمر. انما لو استمريت على كده فهنوصل لمرحله الخشونه، ويبدا الغضروف يتاكل ويبدا العظم نفسه اللي يحتك ببعضه فيبدا يلتهب ويتاكل. امتى بقى بنغير المفصل؟ لما بيكون الموضوع خلاص وصل ان المفصل نفسه ما بقاش يتحرك من كتر ما العظم خلاص طبعا قفل في بعضه جامد وبدا يبقى فيه الم يعني على طول. بيبقى العظم فقد السائل اللي هو بيمنع الاحتكاك، والغضروف نفسه اللي ما بين العظم كمان اتاكل خالص، فبقى خلاص العظم هو اللي بيخبط في عظم على طول، طبعا الام مبرحه بقى في جدا الحاله جدا، دي وعشان طبعا كده ما بقاش قادر صريخ بقى خلاص وجع طبعا. يتحرك ويقوم، فبالتالي لازم تغيير مفصل ساعتها.
طيب من ضمن موروثاتنا الشعبيه الاجتماعيه فيما يتعلق بالعادات الغذائيه، يقول لك ان في اكلات معينه بتعمل شغل للوز اللوز مع الركب ومع المفاصل، زي مثلا الكوارع. بطبيعه الحال دايما تمام. الكوارع النجمه في الحته دي يعني. الى اي درجه الكلام ده مظبوط؟ لا هو الكلام مظبوط، لان الكوارع بيبقى فيها جيلاتين، وهي اصلا جزء منها بيبقى جزء من الغضروف كمان والحاجات اللي هي المطلوبه للجسم. بس لو انت ما بتاكلهاش فطبعا ده اكيد هيبقى مشكله بالنسبه لك، فاحنا عشان كده بنعوض زي ما قلت لحضرتك جوينت بيكس ده. طب اللي بياكلها؟ كل الحاجات دي اللي بياكلها برضو حسب كميتها قد ايه وبياخد فايدتها قد ايه. ما هو يعني الجرعه اللي موجوده جوه جوين بيكس هي الجرعه الكافيه الديلي ريكومندد دوز، وتغنيني عن ان انا تاخد اي حاجه على نفس الجرعه من خلال الغزم. اكلات معينه ده حقيقي هي تخليك خلاص انت خدت المطلوب للجسم مش طب محتاج. ايه تاني غير الكوارع؟ لا ما هو غير الكوارع في حاجات كتير، ما هو اي حاجه يعني مثلا احنا الكبده برضو مفيده جدا، لان الكبده فيها فيتامين دي. في حاجات زي طبعا احنا قلنا الفيجيتابلز كلها عامه مهمه جدا. الفاكهه برضو، الفاكهه مهمه جدا. هي اكتر مشكله بنواجهها هي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات مشكلتها ان الناس بتاكل كميات كبيره جدا وهي مش مطلوبه بالشكل ده. يعني احنا عندنا الرز والعيش والمكرونه اهم من اي حاجه تانية، ودول مش مطلوبين بالكميات دي، مطلوبين باقل شويه من كده. الاهم السلطه والخضار والفاكهه، دول اهم شيء، دول اساسي، وبعد كده البروتين. اخر حاجه خالص الكربوهيدرات. ده احنا بالنسبه لنا بنبدا العكس. طبعا للاسف عارف بقى المصريين بالذات الاكل يعني مزجت ليا الصحاب مزاج. طبق السلطه ده لو كلته كويس هتستفيد جدا 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 اكتر ما تاكل طبق الرز، وبالعكس مش هتتخن لانك هتشبع بدري، فهتلاقي نفسك ما بتاكلش كميه كربوهيدرات تتخزن في جسمك. بحكم خبرات حضرتك لاحظت ان ايه اكتر الفئات العمريه اللي بتشتكي دايما من الام في المفاصل او في العظم؟ كان زمان كان اكتر الناس اللي بتشتكي كبار السن. حاليا وصلنا لمرحله ان الشباب نفسه هو اللي بيشتكي دلوقتي. ده نتيجه ايه بقى؟ ده نتيجه عدم وجود الرياضه في حياتنا خالص، اتلغت. يعني احنا زمان واحنا صغيرين كنا بنلعب كوره، كنا بنجري، نركب عجل، في لعب حاجات كتير فيها جري، دلوقتي كله قاعد على بلاي ستيشن، قاعد على الموبايل. بس في ناس ممكن تفتكر ان الرياضه ممكن تبقى عنصر مساعد لزياده الالام في حال وجودها. لا خالص، بالعكس. لما انت بتحرك المفاصل وانت اوريدي عندك فيها مشكله، زي ما اتفقنا برضو المفصل محتاج كومبريشن ودي كومبريشن عشان يتغذى، لازم اضغط على المفصل او يحصل عليه لود وافك اللود عشان يبدا يتغذى. طول ما انا قاعد ثابت في مكاني الغضروف مش بيتغذى الغذاء المناسب. امتى بتنصح شخص معين بانه لازم يتوقف عن ممارسه الرياضه دي تحديدا الفتره اللي هو بيعاني بيها فيها من اي مشكله في ده لو في اصابه واضحه وصريحه لازم يريح عشان خاطر يحصل التئام للانسجه او زي الغضروف مثلا يلئم ونبدا نشتغل عليه تاني. انما طول ما مفيش اصابه واضحه فقدر الامكان بنريح اسبوع وكان نرجع تاني للرياضه مع طبعا العلاج الطبيعي وتقويه العضلات. في اصابات بعينها يعني ودايما بتلاقيها مرتبطه بالذات بلعيبه الكوره زي اللي هو قطع في الرباط الصليبي. يعني بيعاني منها دلوقتي حاليا اكرم توفيق، بنتمنى له الشفاء العاجل يا رب ان شاء الله باذن الله. عايزين برضو نعرف الناس النوع ده تحديدا من الاصابات، هل هو قابل للشفاء التام ولا بيسيب اثر حتى لو الواحد قطع شوط في العلاج؟ لا هو يعني بينتهي تماما، بس اهم حاجه العلاج صح وناخد الفترة الزمنية المطلوبة للعلاج والتأهيل المظبوطة. العلاج الصح والتأهيل اللي هما ايه بقى؟ اللي هو الحالة دي في الحالة دي الرباط الصليبي احنا لازم بنقوي جميع العضلات اللي فوق الركبة كويس جدا جدا عشان تحمي المفصل بعد كده ما يحصلش قطع تاني. وبنشتغل على الرباط الصليبي نفسه ان هو يكون مشدود كويس، ما يبقاش لوس او ما يبقاش سايب بعد العملية او بعد الترقيع. وبنشتغل اكتر كمان على الانكل والهيب لان دول برضو مفصلين شغالين مع الركبة. لازم نأهلهم برضو كويس عشان الصدمة ما بتبقاش جاية من الأنكل تخبط في الركبة طبعا فيحصل إصابة تاني. بس التأهيل فترة زمنية مش أقل من 7 لـ 9 شهور للرباط الصليبي لازم. في ناس لما بتحس مثلا بوجع في المفصل عند الكوع أو في الركب أو كلام من ده مع نفسها يعني بيصرفوا لنفسهم روشتات، فتلاقيه لبس ركبة أو لبس حاجة معينة زي بندات كده معينة كضاغطة على المفصل من منطلق ان ده بيثبت المفصل على وضع معين مريح نسبيا بالنسبه لهم. اوكي. هل ده صح ولا غلط انه يتعمل؟ لا ده غلط. اولا التثبيت لازم يكون الدكتور هو اللي قايل عليه ويقول الفتره الزمنيه اللي احنا هنثبتها قد ايه. لان فكره ان انا البس ركبه او البس حاجه بندج على ايدي عشان اثبت المفصل فده اولا بيخلي العضله تاخد اوردر ان في حاجه شغاله مكاني، فهي بتريلاكس خالص وبتسيب الشغل فبتبدا تضعف كمان لان هي مريحه خالص. طب. تاني حاجه اكتشفوا دلوقتي في ابحاث جديده ان الحركه بتريح الالم اسرع من الراحه. فعلا انا لما مثلا دراعي واجعني وعلقه كده فتره هخلص التعليقه بعد اسبوع هبص الاقي دراعي لسه واجعني ومش قادر اتحرك، بالعكس ده ممكن يكون مفصل اتيبس والعضله كمان بدات تتعب لان هي اتعودت على الوضع على وضعيه معينه. انما انا لو موجوع وبتحرك within the limit of pain او في خلال درجات الالم بسيط الالم هيبدا يهدى ويخف وهبدا احرك اكتر، تاني يوم هبدا احرك اكتر هوصل ان انا بحرك تماما الحركه كامله. هو فكره ان الواحد وهو
موجوع بيبقى عايز يعمل اي حاجه تخلصه من الالم ده يعني. ده حقيقي. ما هو بس الثبات مش حلو. ما هو عشان كده بقول لحضرتك احنا نتحرك يعني نحاول نحرك نفسنا حركات بسيطه قوي. مثلا لو نفترض ان هو كوع فانا هفرد وقتني مثلا 10 مرات هبص الاقي الالم بدا يهدى شويه. لو كملت شويه كمان هيهدى خالص لان المخ بياخد الاوردر ان الحركه شغاله ومفيش مشكله كبيره فبيبدا هو يحس احساس الالم اهدى شويه. في حاله ان الواحد عنده مشكله ما في المفاصل وبياخد المكملات مثلا فليكن جوين فيكس تمام، هل يفضل ان يبقى في علاج طبيعي كمان بالاضافه للعلاج الدوائي؟ لو بنتكلم في حاله اصابه طبعا لازم يكون في علاج طبيعي عشان ناهله انه يرجع تاني لحياته الطبيعيه. انما لو هو شاب وما عندوش اي مشكله واخدينه كوقايه فاحنا ممكن بيجي نعلمه التمارين اللي المفروض يعملها لوقايه للمفصل ده وبنسيبه هو ينطلق. لكن مش محتاج العلاج الطبيعي دايما يعني، اللي محتاجه اللي عنده اصابه. اكتر حاجه بتشوفها سلوك خاطئ بيؤدي لنتائج كارثيه على المفاصل والعظام؟ اكتر حاجه خالص شفتها هي طبيعه الشغل وطبيعه الاعاد اللي احنا عايشين فيها في مصر. احنا هنا عندنا ناس كتير بتقعد كتير جدا جدا يعني ممكن فوق ال 8 9 ساعات. ما ملهاش حل. ما انت عندك موظفين لا. لازم يقعدوا لهم 8 9 ساعات كل يوم في مكان. قدر الامكان اولا لازم الكرسي يكون معمول بشكل طبي مريح للمفاصل والجسم. تاني حاجه احنا بنحاول ننصح ان كل ساعه غير وضعك 10 دقائق. يعني لو نفترض انك قاعد بقالك ساعه فالمفروض انك تقوم تقف بس 10 دقائق حتى لو بتخلص شغلك على المكتب بس اقف. يعني لو واقف بقالك ساعه اقعد 10 دقائق. الفكرة تغيير الوضع 10 دقائق ده بيغير اللودنج اللي على المفصل واللي على العضله فابدا احس ان انا مش تعبان. انما لما افضل ثابت في نفس الوضع فتره طويله فنفس الحته اللي في الغضروف مضغوط عليها من ساعه ما قعدت لغايه دلوقتي هي هي فطبيعي ابدا احس بالم لما اجي اقوم مش هقدر اتحرك بسرعه. في برضو ممكن تلاقي واحد طويل كده زي حالاتي تمام. ومثلا تلاقيه سايق عربيه صغيره قوي فبيضطر عشان يدخل يتحشر ويدفش جواها أوكي. كل جسمه بيتني تكرار هذا الامر يوميا بينتج عنه مشاكل كتير برضو بطبيعه الحال في الركب بصفه خاصه بالركب بالذات لكن ال- 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 الوضع اللي هو فيه غير قابل للتغيير ما بيقدرش يغير عربيه مثلا نغير وضع الكرسي. فالناس دي تعمل ايه بقى؟ وضع الكرسي نفسه بتاع القعده هو اللي مهم. اولا كرسي العربيه المفروض ان انا وانا قاعد فيه ما بقاش قاعد الظهر بعيد عني لازم يكون قاعد الظهر 90 درجه كده عليه مفروض وراسي مريحه على المسند بتاع الراس. تاني حاجه رجلي ما ينفعش ان انا ابقى فارد رجل وتاني رجل حلو اوتوماتيك ما ينفعش لازم الاثنين يكونوا في نفس البوزيشن مفرودين لان البلفيس نفسه بيتحرك. كل غلطات الواحد بيعملها دي كلنا بنعملها على طول كل دي غلطات دايما بيبقى رجل مفروده ورجل متنيه بالظبط كده فالوسط بيتعوج التانيه بيبقى الواحد فاضل له شويه يحطها تحت رجليه يعني عارف هو يربع مع التربيه ده اصلا برده مش صح لان برده بيضغط على الغضروف والقعده اللي هي اللي بيبقى قاعدين بتاعت الصاله اللي هي التشهد دي ما ينفعش نقعدها فترات طويله لان هي بتبقى ضغط على الغضروف. الحاجات دي كلها مشكله كبيره جدا وبالذات للركبه اكتر من اي حاجه ثانيه. كلها نصايح مهمة جدا ومفيدة جدا الحقيقة. بنشكر حضرتك عليها جزيل الشكر زي ما بشكرك على وجودك النهارده معانا في حلقتنا. اشكرك ربنا يخليك وان شاء الله نشوفك على خير ان شاء الله باذن الله. طيب يا حضرات احنا حلقتنا بتنتهي بالفعل يا دوب. انا هشكركم على حسن متابعتكم لينا وان شاء الله يتجدد اللقاء غدا في حلقة جديدة 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.